بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك في مقرر تنظيم حاسبات 2. نحن في الباب الأول Central Processing Unit، وفيه نذهب معا إلى الدرس التالي Chapter 1 Lecture 13 Example of Different Instructions. هذا الدرس نقدم فيه مثالا يوضح كيف تكون التعليمات المستخدمة لتنفيذ عملية مختلفة من حيث الأدريسز المستخدمة فيها. يقول المثال: Show how can the operation، والoperation تقول x equal a plus b multiply by c plus d. هذه compound arithmetic operation أو عملية حسابية مركبة. كيف يمكن تنفيذ هذه العملية بأنواع تعليمات مختلفة؟ يقول المثال: Show how can the operation be performed using 1 0 address instruction، 2 1 address instruction، 3 2 address instruction، 4 3 address instructions. كيف نستخدم هذه الأنواع من أنواع التعليمات لتنفيذ هذه العملية الحسابية المركبة؟ ولحل هذا المثال نبدأ بالزيرو أدريس إنستركشن. عرفنا في الدرس السابق أن الزيرو أدريس إنستركشن دائما تستخدم نظام الستاك أورجانيزيشن. إذن حل هذه الأريثمتيك أوبريشن بنوع التعليمات التي ليس فيها حقول عناوين هو باستخدام تنظيم الستاك. عارفين من درس سابق أن خطوات تنظيم الستاك هي بوش فاليو. if operator is encountered ستظل تعمل بوشينج للفاليو طالما إنها داتا أو بيانات. إذا وصلت إلى operator تقيف وتعمل 2 بوب لبيانات سابقة وتجري عليها الأوبريشن وتعمل بوش للريزلت الناتج من إجراء الأوبريشن. إذن التعليمات هي بوش A، ويصبح A هو الطوب أوف ستاك. then بوش B، وتصبح B هي الطوب أوف ستاك. لماذا؟ العملية كانت A plus B ضرب C plus D. قلنا أول شيء نفكها إلى RBN فتصبح العملية هي AB جمع CD جمع ضرب، وننظر إليها من اليسار إلى اليمين فنجد A، لذلك قلنا بوش A لأنها داتا. وجدنا A، عملنا بوش لA ويصبح الطوب أوف ستاك هو A. ثم ننظر فنجد الB، عملنا بوش للB لأنها داتا ويصبح الطوب أوف ستاك هو B. وننظر فنجد الجمع، علامة الجمع، العملية هي الجمع. نعمل بوب لما أدخلناه سابقا وهو الA والB ثم نجمعهم، ثم نجي نعمل بوش للناتج. عملنا بوب لA ثم بوب لB، عملنا الجمع ثم عملنا بوش للناتج وهو A زائد B. إذن العملية بوب بوب أوبريشن جمع ثم بوش للناتج، فهذا يجعل الطوب أوف ستاك هو A plus B، ناتج جمع A زائد B. ثم ننظر فنجد السي، نعمل بوش للسي لأنها داتا، تصبح الطوب أوف ستاك هي السي. ثم ننظر إلى الدي وهي داتا فنعمل لها بوش،
ويصبح الطبع في ستاك هو الدي. ثم ننظر فنجد علامة جمع. علامة الجمع تستدعي بوب للسي وبوب للدي وإجراء الجمع بينهما، ونعمل بوش للناتج وهو سي بلس دي. هذا الناتج يحصل له بوش هنا، فيصبح الطبع في ستاك هو ناتج جمع السي والدي. ثم ننظر في الار بي ان فنجد علامة ضرب، فيقوم الستاك باستدعاء النواتج السابقة وهي A زائد B و C زائد D، يعمل لهم بوب. هذا يعمل بوب ل A زائد B، وهذا يعمل بوب ل C زائد D، وهنا يحصل لهم ضرب وناتج العملية وهو A زائد B ضرب C زائد D، يحصل له بوش إلى الطوب أوف ستاك. إذن الطوب أوف ستاك هو ناتج ضرب الجمع الـ C زائد D والـ A زائد B. الخطوة الأخيرة الطوب أوف ستاك يحصل له استدعاء إلى الداتا ريجستر. إذا طب اوف ستاك نذهب به إلى موقع في الذاكرة يحدد لي، أو موقع في سجل البيانات، يحصل استدعاء للناتج النهائي لعملية الأرثمتيك أوبريشن إلى موقع في الذاكرة يحدد ب X. إذا لم نحتاج هنا إلى أي عنوان لإجراء العملية الأرثمتيك. إذا ذهبنا إلى طريقة الـ One Address Instruction، هذه قلنا تستخدم مع الـ Single Accumulator Organization. هنا دائما نحمل أحد الـ Operands إلى الـ Accumulator، ثم نستدعي الـ Operand الثاني من موقع واحد في الذاكرة One Address. إذا نعمل لود للـ A في الـ Accumulator، فيصبح محتوى هذا الموقع في الذاكرة يذهب إلى الـ Accumulator، ونجمع الـ B. من أين نأتي بالـ B؟ من موقع واحد في الذاكرة. إذا موقع واحد في الذاكرة زائد الـ Accumulator، والناتج يخزن في الـ Accumulator أيضا. نعمل ستور لهذا الناتج، نأخذ لنفرغ الأكوميليتر من محتواه، نأخذ ما كان موجود فيه وهو ناتج الجمع الأول للـ A والـ B، ونسحب به إلى موقع في الذاكرة، ونبدأ عملية اللود للأوبرند C إلى الأكوميليتر. فنأتي بالأوبرند من موقع وحيد في الذاكرة إلى الأكوميليتر، ونجمع الـ D والتي نأتي بها من موقع واحد في الذاكرة إلى محتويات الأكوميليتر، نضع الناتج في الأكوميليتر. الآن عندنا ناتج في الأكوميليتر هو السي زائد الدي، وعندنا موقع في الذاكرة خزننا فيها الناتج الأولي وهو الأي زائد البي. فالعملية القادمة هي عملية ضرب هذين الناتجين، ناتج نأتي به من الذاكرة من موقع في الذاكرة، وناتج موجود في الأكوميليتر، والناتج النهائي في الأكوميليتر. الآن أيضا نستدعي هذا الناتج النهائي من الأكوميليتر إلى موقع في الذاكرة يحدد ب X. إذن في كل لحظة من لحظات تنفيذ هذه الأوبريشن لم نتعامل إلا مع موقع واحد في الذاكرة، سواء كان لاستدعاء البيانات وتحميلها في الأكوميليتر، أو لاستدعائها لإجراء العمليات عليها مع محتوى الأكوميليتر. وهذا هو نوع الـ One Address Instruction. في نوع الـ Two Address Instruction، وهذا نجده في تنظيم الـ General Register، قلنا أننا نتعامل مع
عنوانين، إما عنواني سجلين أو عنواني مكانين مختلفين في الذاكرة، وبعد إجراء العملية تخزن النواتج أيضا في أحد هذين العنوانين. لنرى شكل التعليمات في هذا النوع. Move R1A، هذا يعني أن محتوى الذاكرة المحدد بـ A نأتي به إلى السجل R1. Add R1B، هذا يعني أن محتوى الذاكرة المحدد بـ B يجمع إلى السجل 1 ويوضع الناتج مرة أخرى في السجل 1. هكذا انتهينا من A، هكذا انتهينا من A plus B وموجودة نتيجتها في R1. الآن move R2C، هذا يأتي بمحتوى الذاكرة المحدد بC إلى R2. add R2D، نأتي بمحتوى الذاكرة المحدد بD ونجمعه إلى ما هو موجود في R2 ونضع الناتج في R2 مرة أخرى. الآن انتهينا من C plus D والناتج موجود في R2. الآن move X R2، محتوى R2 نذهب به إلى مكان في الذاكرة محدد بX. الآن نضرب multiply X مع R1، R1 فيها A زائد B والمكان X فيه C زائد D، فنضرب A زائد B في C زائد D، وبالخطوة الأخيرة نأخذ حاصل الضرب R1 في المكان المحدد بX ونضع الناتج، نضربهم ونضع الناتج في المكان نفسه المحدد بX. إذن في أي لحظة من لحظات تنفيذ هذه الأوبريشن تعاملنا مع عنوانين فقط، عنوانين نأتي منهم بالأوبرنس، ونواتج العملية دائما نضعها في أحد هذين العنوانين، حتى في الخطوة الأخيرة M المعرف بX نضع فيه ناتج R1 مضروب في M المحدد بX. إذن في أي لحظة من اللحظات لم نحتاج إلى أكثر من عنوانين، وهذا هو two address instruction type. النوع الأخير three address instruction type أيضا نجده في نوع general register organization، والفرق بينه وبين النوع السابق أننا الآن نضع النواتج في عنوان غير العنوانين اللذين نأتي منهم بالأوبرنس. فنقول في أول سطر add R1A وB، نأتي بB من مكان في الميموري محدد بB، ونأتي بالأوبرند الثاني من مكان في الذكر في الذاكرة محدد بA، نجمعهم ونضع الناتج في عنوان ثالث هو R1. هذا نتحصل من هذين السطرين بA زائد B والناتج أين؟ في R1. طيب نبدأ بالنسبة للC والD، add R2 C وD، أيضا نذهب إلى مكان في الذاكرة محدد بD وإلى مكان في الذاكرة محدد بC، نجمع المحتويات مع بعض والناتج نضعه في R2. بهذين السطرين تحصلنا على C plus D وناتجها في R2. الخطوة التالية هي ضرب النواتج multiply R2 و R1 وضع الناتج في X. إذن نضرب محتوى R1 وهو A plus B ومحتوى R2 وهو ناتج C زائد D، ونضع الناتج في مكان في الذاكرة محدد بX. نلاحظ أننا تعاملنا أثناء تنفيذ هذه العملية مع ثلاث مواقع مختلفة، أحدها سجلات، و
الموقعين الآخرين يحددان من الذاكرة. إذن تعاملنا في هذه الحالة مع 3 عناوين مختلفة، وهذا نوع 3 address instruction، وبذلك نكون قد حلينا ال compound arithmetic operation، وهو كانت x equal a plus b multiply by c plus d. تعاملنا مع هذه الoperation بالأنواع المختلفة للـ instructions، وهي الـ 0 instruction والـ 1 instruction والـ 2 instruction والـ 3 instruction types. ونرجو أن نكون بذلك قد وضحنا بمثال كيف نتعامل مع الـ arithmetic operations بطرق مختلفة للتعليمات. وإلى اللقاء في الدرس القادم.